ميتا، فيصل بوفاريس، وايضا حمزه جدي. وما نساوش ايضا كالهون كوران الين اللي حضر في التشكيل، ورعد ايضا المهدي. هذه التشكيله ديال فريق الجمعيه الرياضيه السلويه. سي زحل واحد الشيء، مدينه سلا معروفه بسبعه البيبان، والجمعيه السلويه فازوا لحد الساعه بسبعه ديال الكؤوس. سبعه الكؤوس كيقلبوا على الثامن دابا. يمكن غدا غادي نهار اثنين يمكن يكتشفوا شي باب اخرى. لا ولكن واش حسبتي البيبان؟ على اي نال التشكيله؟ المقال اللي قال هذا المقال كتبوا الاخ سعيد مشترقي في جريده لوبينيو. اذا تحيه لكل الزملاء الصحفيين، لان هنا كاينه تغطيه كبيره كبيره لهذا الحدث هنا بمدينه اكادير. نخليك التشكيله ديال فريق الوداد الرياضي سي زحل زوحي. طبعا الوداد البيضاوي غيدخل بالاسماء الرسميه الاتي. رقم 4 رضا حراس، رقم 5 رسام مصطفى، رقم 6 عيد فاتح زكريا، رقم 7 الحريشي عبد الاله، رقم 8 الحنيني مروان، رقم 10 القديمي، رقم 12 يونس كانيشو ياكينيشو، رقم 13 كوران بيتمان، رقم 14 علي ساكين، رقم 15 القناع عثمان. معدل السن ديال فريق الوداد 23 سنه مقابل معدل السن ديال فريق الجمعيه السلويه 26 سنه. اذا هذا عامل اخر غنتحدثوا عليه اللي هو كاين فرق على مستوى السن، على مستوى الخبره، على مستوى سنوات الممارسه. سي زيد، فريق الوداد فاز بالكاس 4 ديال 1962، 74، 86 و 2000. يعني 4 ديال المنافسات. 4 ديال المنافسات. وفريق الجمعيه السلويه فاز في 2005، 2007، 2009، 2010، 2011، 2012 و 2000 والسنه الماضيه 2014. يعني 7 ديال الكؤوس كيف ما تحدثتي، 7 البيبان 7 الكؤوس. 7 الكؤوس. انا حافظ الضبط جيدا. على اي ما دمت تتحدث عن تواريخ السنوات، تاريخ نهائيات كأس العرش اكيد انها تعود بنا الى سنه 1956 57. طبعا مولوديه وجده المغرب الرباطي انذاك، مقابله قويه ومباراه انذاك كانت الانطلاقه يعني تحت اللواء ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله. ما نمشوش في التواريخ، ما نمشوش المعطيات التاريخيه، خلوها تبدا المقابله. نمشيو للحكام اذا كان ممكن، الزميل لوزا مخرج هذه المقابله. فالحكام ديال هذه المقابله معك سي زحزحي. الحكمة الأولى هي شاهيناس بوستا من لا ليغ، من عصبات ديال الشمال. الحكم الثاني بن شريف بن عيسى من عصبات ديال الوسط. كيف كنتابعوا الآن؟ الحكم الثالث هو حاتم، هذا بن شريف بن عيسى ديال عصبات الوسط. الحكم الثالث هو حاتم رضوان من هو هنا كنشوفوا حاتم رضوان من هذا ياسين لوزا غادي معنا يعني الشرق مخرج هذه المقابلة. نورست. والحكم الاحتياطي وهو سعاد فيصل من عصبات سوس. طبعا مجموعه ينضم اليهم ايضا حكام طاوله. المندوب ديال المقابله وهو الحكم الدولي السابق التواني على عصبه الشاويه. بالفعل قلت حكام الطاوله. كيف كنتابع الان الحركه السكينه؟ طبعا ارباديه سالم، منير غزالي، ايت سعيد مريم، وايضا ياسين زريبع، وعيسى بن المعلم. هذه هي الاسماء اللي حاضره على مستوى التحكيم ديال الطاوله. يمكن نقول بانه كل الظروف اتيحت لمتابعه مقابله مثاليه. قاعه جميله، قاعه جميله. لا يمكن لي نقول بالمواصفات الدوليه احسن قاعه كتوجد على التراب الوطني، لانه هنا كنشوفوا بانه لي غرادان والتريبين دايرين على رقعه الملعب، وكذلك كنشوفوا لي طابلو دو مارك في المستوى الدولي، كذلك المنصه الرسميه. اذا نقربوا اكثر الجمهور الكريم اللي كيتابع معنا طوال هذه المقابله. اول سؤال ربما هو شويه صعيب ولكن عنده بعض الدلالات، شكون اللي كترشح يفوز في هذا النصف؟ لا الورق بطبيعه الحال الجمعيه السلويه، الجمعيه السلويه حامل اللقب. هنا كنشوفوا في هاد لي سانك ماجور اللي كنقولوا سانك ماجور، كاين اربعه اللعابه هما اللي كيكونوا لي سانك ماجور ديال المنتخب الوطني، وكيضيف لهم بول جوز الموزيع. وما نساوش المدرب، لان سعيد بوزيدي هو الاهل المنتخب الوطني المغربي على حساب الجزائر، وراء على حساب الجزائر كاس امم افريقيا التي ستقام بتونس. بالنسبه للوداد كنشوف يعني من الملاحظه الاولى عناصر فتيه، معدل السن قلتي 23 سنه، فربما هم يبحثون عن الخلف. لا الوداد مع الاسف كما كانت هذه الازمه اللي عاشوها مؤخرا كان يكون المستوى ديالهم احسن.
انطلقت المقابله الان سي محمد الزحزوحي فريق الوداد الرياضي بالقمصان الحمراء وفريق طبعا او فريق الجمعيه الرياضيه السنويه بالقمصان الحمراء وفريق الوداد الرياضي بالقمصان البيضاء. مقابله مثيره البحث عن ثلاث نقاط مع الانطلاقه كانت في الحلق ولكن لم تقدم اي جديد، يعني كيف ما قلنا على انه عناصر فتيه بالنسبه لفريق الوداد الرياضي الذي يبحث لتقديم نفسه بشكل جيد. صحيح انه مقابله اليوم نوعا ما صعبه حينما نتحدث عن الجمعيه الرياضيه السنويه حامل لقب سبعه القاب على مستوى الدوري الوطني او على مستوى كاس العرش الوطني، فاعتقد على انه المهمه ليست بالسهله ولكن ليست ايضا بالمستحيله اذا كان هنالك حضور جيد واذا ما كانش ايضا فريق الجمعيه الرياضيه السنويه في يومه بالكامل. احنا كنتابع هذه المحاولات طبعا الاولى منذ انطلاقه هذه المنافسه. الربع الاول 10 ديال الدقائق المده الزمنيه ديال هذا الربع، يعني يمكن نقول بانه التباري غادي يكون كبير وكبير وكبير جدا بين الطرفين وغادي نتابعوا كل فريق كيفاش ممكن يقدم نفسه في هذه المقابله. هنا عندنا زكريا مصباح، زكريا مصباحي يعني التمرير بشكل جيد كنشوفوا الطريقه ديال التمرير اتجاه سفيان كوردو والقامه، يعني ايضا حاضر بشكل قوي على المستوى يعني المنطقه ديال داخل القوس. تابعونا محاوله زكريا مصباحي فرصه اتجاه عبد الرحيم نجاح، نجاح هنا لم دفاع ممتاز وكنا غادي نتابعوا اول سله بنقطتين ولكن مازال ما شاهدناش التسجيل. نقولوا الان تقريبا نسير دقيقه على انطلاقه المواجهه، مازال ما سجل ولا فريق. اشنو كيبان لك الزاويه؟ هو فريق الوداد دار الحراسه الفرديه، الفريق الوداد معروف عمره ما كيدير الدفاع بالمنطقه، ديفونس دو زون دائما ديفونس انديفيديوال. الجمعيه السنويه كيحاولوا باش ما يلعبوش ذاك اللعب الفردي، كيحاولوا يلعبوا تكتيكيا ولكن كان هناك لحد الساعه لا الوداد لا الجمعيه السنويه باقي حتى واحد ما سجل. هما ما دخلوش المقابله بشكل جيد. اذا دائما معكم مشاهدي الكرام كنتابعوا اطوار هذه المنافسه وهنالك محاوله من جانب حريشي اللي كيحاول ما امكن انه يقوم بالتمرير داخل القوس. فرصه هذه ممتازه من جانب كوردو. لا ممكن نعاودوا نشوفوا الاعاده، ممكن هذا السلاح شد معايا كل خصها تكسب. جوج ياسلات الان واخيرا طبعا افتتاح التسجيل. شنو خلاك زحزوحي تقول بانه كان خاصها تكسب؟ لا حيت لا كانت في لافاس نازل الكره نازله وجا شي واحد كيعترضها هذيك كانت تكسب. اذا واضح ان الحكم ما انتبهش للكره الماضيه وحنا كنتابعونا محاوله كان بالامكان تسجيل سله بنقطتين واخذ بونيس ولكن واضح على انه هنالك دفع عرقله والحكم سيمنح كرتين او رميتين حرتين للاعب فريق الوداد الرياضي. والحديث هنا عن اللاعب رقم سبعه حريشي عبد العالي. طبعا حريشي عبد العالي من 22 سنه وايضا دعامه كانت رفقه المنتخب الوطني المغربي لكره السله في مباراته الاخيره ضد الجزائر. تابعونا التحضير تهيئ وسله مركزه بشكل جيد. اذا جوج ديال السلات مقابل سله واحده، الجمعيه الرياضيه السنويه تتقدم بالنتيجه بنقطه واحده وبفارق نقطه واحده. هنا ضياع الكره، الحكم كيدخل يعلن بان الكره لصالح فريق الوداد الرياضي او الجمعيه الرياضيه السنويه. بالفعل الوداد لابغا يكونوا في المقابله ما خصهمش يديروا هذه الاخطاء هذه، فالى الجمعيه السنويه ضيعوا شي هجوم خص والف دا باش الوداد باش يعدل يستغلوا يعدل الدفاع يستغلوا ديك الفرصه. هنا الحكمان تابعوا حكمت هذه المواجهه شاينز هذه من عاصمة الشمال. نذكر بأنه يقود فريق الوداد الرياضي على المستوى التدريبي زيلكو وعلى مستوى التدريب فريق الجمعية الرياضية السنوية سعيد بوزيدي. مدربان معروفان حاضران بقوة عندهم حضور وصيت على المستوى الوطني. هنا عرقلة ورمية حرة يقول الحكم هنا سفيان كوردو. لا سفيان كوردو عنده واحد الامتياز وهو عنده واحد البلاسمون تحت السلاك تموضع جيد دائما كيدير واحد القراءه وكيمشي داك ليسباس كيكون قوي وكيستغلو.
كنسمعوا حتى الصوت ديال الحلق ديال صراحة مشهود يحسب للزملاء التقنيين طبعا في مقدمتهم طبعا يوسف البكري علي نتابعوا هذه المحاولة. أنا حراس كنتابعوا طريقة جميلة إمكانية ديال دائما وضع الكرة في حلق من جديد ويدادي فرصة ممتازة ولكن كتضيع كترجع عند زكريا مصباحي. مصباحي كينطلق عنده فرصة دائما محاولات ديال زكريا مصباحي كيدخل داخل القوس أحد اللاعبين سقط على أرضية الملعب الوقت اللي كنتابعونا محاولة ناقصة ونجح الحكم كيدخل كيقول على أنه لديك خطأ حراس تعطب أيضا من اللاعبين اللي كانوا ايضا رفقه المنتخب الوطني جميل جدا شادو جوج ديال الفريقين مع ان كاينين لاعبين في المنتخب هذا الربع النهائي النصف النهائي اللي كاين تقريبا 90% ديال اللعابه كيكونوا الفريق الوطني هنا فين غتبان القيمه والقوه والنديه ديال هذه المواجهه. زيركو كما هي العاده يستأثر باهتمام المتتبعين واضواء ايضا عدسات التصوير ونتابعوا هنا كيفاش انه كيتابع او كيفاش انه كيعطي معطيات اللاعبين ديالو. تفضل زهر. هنا شي ناس كتنبه زيركو المدرب على اللاعب رقم 13 بيتمان لانه هو قيل كيحتج ممكن شويه اكثر. واش ما عندش الحق الحكمه انها تهضر مع اللاعب مباشره خاص ضروري تمشي عند المدرب؟ لا غير لا 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 ممكن للمدرب كينبه للعاب ديالو اكثر من الحكم هذه نحسبوها هذه لا انا عشت كره السله وقبل راك الحكم كيمشي على المدرب كيقول لي داك اللاعب ديالك خرجوا واحد دقيقه ولا جوج باش ما ياخذش واحد اشكال كاين واحد السلوك وكاين واحد المعامله اللي كتكون ممتاز. ثلاثة ديال النقاط مقابل نقطة واحدة. الهدف دائما كيف كنقول الجمهور الكريم هو أنكم تتابعوا معنا أطوار هذه المنافسة تبقوا معنا لأنه صحيح ربما هو تعليق في نفس الوقت تنشيط أطوار هذه المنافسة. نذكر بأنه نصف نهاية كأس العرش هنا بمدينة أكادير يعني جميع الأجواء يعني أجواء مثالية لمتابعة أطوار هذه المنافسة وبالتالي نتمنوا نتابعوا لقاء ممتاز بين الطرفين معا. كرة من جديد لصالح فريق الجمعية الرياضية السنوية من سويتر كوردو شتا موضوع تا موضوع ديال تبارك الله تطول القناة لا دابا خص واحد الحراسة لاصقة على كوردو إلا بغاو سميتو خص هذاك اللي غيشد كوردو ما يلعبش مع الآخرين يشد غير كوردو. هنا كنشوفوا بين الجمعية السنوية دايرين واحد ديفونس متأخر ربيي فهمتي لأن لحد الساعة لسنينا رضا حراس اللي كيدير المحاولة ثلاثة نقاط ما كانش لعاب اللي غادي يدير محاولة ثلاثة نقاط داكشي باش هما كيديروا ديفونس روبلي. لا عندي سؤال الوداد نقطة وحيدة منذ انطلاقة المواجهة اش واقع في الوداد؟ اش واقع خصو يدير واحد القراءة دابا كاين اون ديفونس روبلي خصهم ما يمشيوش بداك ديفونس روبلي خصهم يلعبوا افيك دو زاريير ويحاولوا الكرة الدور رابيد مو حنا كنشوفوا خمسة اللعابة تقريبا المنطقة زون شاد معنا كترجع كره مباشره للاعبي فرق الجمعيه الرياضيه السنويه زكريا مصباحي. مصباحي خارج القوس تمريره ممتازه في اتجاه زويتا تحت السله محاوله ولكن في اخر المطاف كتمشي مباشره لعناصر فريق الوداد الرياضي. زويتا شويه هنايا كان اناني كان طمع شويه كانوا ثلاثه ديال المدافعين فوالا. اذا الفريق ديال 8 ديال النقاط مشاهدي الكرام الفريق ديال 8 نقاط الوداد مازال ما دخلش نهائيا في المقابله امام هذه الهيمنه من جانب فريق الجمعيه الرياضيه السنويه. يمكن نقول بانه خمسه ديال الدقائق 22 ثانيه متبقيه على نهايه التفاصيل الربع الاول من هذه المواجهه. خطأ واضح تابعوا دائما نديه مستمره إثارة كبيرة وتشويق مشاهدينا الكرام. حنا كنتابعوا هذه الصور من هنا من مدينة أكادير. مشاهدينا تسع نقاط للجمعية الرياضية السنوية نقطة واحدة لصالح فريق النادي الوداد الرياضي. ثم شي إصابة مؤثرة هذا التمر المدرب ديال الوداد زيركو هو اللي طلبوا لأنه بطبيعة الحال الوداد لعبوا تقريبا خمسة دقائق ويلا نقطة واحدة اللي مسجلة
منافسات كأس العرش لكرة السلة مستمرة مشاهدينا الكرام على القناة الرياضية من خلال البث المباشر من هنا من مدينة أكادير وبالضبط من قاعة أو ملعب قاعة الانبعاث، القاعة الجميلة هنا بمدينة أكادير والتي تحظى بمواصفات عالية، أكيد أنه حضور جماهيري أيضا مهم. كيف كنتابعوا هنا على مستوى القاعة أيضا هنالك معاينة ومتابعة مجموعة من العناصر أو مجموعة من الجماهير اللي أتت لمعاينة هذه المنافسة. دائما مواكبة لتفاصيل هذه المواجهة مباشرة من هنا من مدينة أكادير. ويبدو أن فريق الوداد الرياضي إن قارنا على مستوى التكتيكي على مستوى العطاء على مستوى أيضا الحضور وأيضا البديع على مستوى رقعة الملعب فممكن نقول بأن الوداد بعيد كل البعد عن هذه المنافسة النصف النهائي. طبيعة الحال أنه الأزمة اللي كيعيشها هي اللي خلاته باش ما يدخلش في هذه المقابلة بواحد لا كونفيكسيون بواحد الإرادة تكون قوية باش يحاول يكون الحط هو مجانبه حتى لا كانت شي هزيمة ما تكونش شي هزيمة ثقيلة. هنا كتبين بأن الفريق جاي غيلعب المقابلة لأجل المقابلة وصف. الوداد وفي مشاركة تاريخية حصل على المركز الثاني في سنة 1959 1960 على المركز الثاني أمام المغرب الرباطي في المقابلة التي انتهت ب 47 مقابل 37 وتابعنا منذ لحظات ثلاثية رائعة 12 مقابل واحد سيناريو غريب جدا سيناريو لم يكن أحد يتوقع على أن الوداد سيستسلم منذ الربع الأول بهذه الطريقة 12 نقطة مقابل نقطة واحدة فارق 11 نقطة كاملة. الوداد يجد صعوبة كبيرة أمام فريق الجمعية الرياضية السلوية كما قلت وقاطرة نادي قاطرة كرة السلة الوطنية ولكن يبدو أن الوداد الرياضي عانى وعانى بشكل كبير في الأربع دقائق الماضية فرصة محاولة يعني زويتا كان يصعب التمريرات خاطئه من طرف فريق الوداد واش ما كتظنش نادي الجمعيه الرياضيه السلوي في حصه تدريبيه الان؟ بطبيعه الحال في حصه تدريبيه لانه 12-1 كيوجد راسو للنهايه راه كتبان ولكن تحيه لفريق الوداد الرياضي على الصمود ديالو حتى الان وايضا محاولاته الحثيثه وهذه المحاوله نتابعوا هنا فرصه لا وهذه دابا غريبه تضيع لا دابا هنا كيتبين اللعابه ما مدربينش تقريبا اكثر من 15 يوم فهمتي هنا كيبان كيبان بانه الاخطاء عده اخطاء 14 مقابل واحد هنا كتبين بان الفريق يمكن اكثر من اسبوعين ما تدربوش كاع الفروق جاوا وخداو واحد جوج الحصص باش يشوفوا القاعه ويشوفوا البانو ودربوا الوداد ما تدربوش الوداد راه الصباح راه كنمشاو لابلاج هذه قاصحه ايوا الحقيقه هي هذه أنا ما خليتيني ما نقول على أي مشاهدي الكرام 14 مقابل واحد يعني في مقابلة جيدة بالنسبة للفريق السلوي خاص زيركو يدير واحد التغيير يدخل الشبان يحاولوا يلعبوا واحد الدفاع على الأقل يديروا لي فوت باش ما يخليوش الجمعية السلوية يسجلوا بانيا بري باني صعيبة صراحة خطأ مشي الكره غتمشي مباشره عند عناصر فريق الجمعيه الرياضيه السلويه هنا التغيير الى كنا الوداد فقط يعني كغيره وتمنى انه يكون نادي صراحه من بين الانديه اللي حاضره لملف التتويج ما نقولوش فقط يعني في مقابله في النهائيه اكيد انه المشوار ماشي سهل فالانسان اللي كيكون في واحد المهمه وكيكون داخل المكتب او داخل السير فماشي بحالنا احنا اللي جالسين كنتبعوا اطوار هذه المنافسه او متفرجين او متحللين او محللين فالله يحسن العون ولكن نتمنوا لهم التوفيق نتمنوا لهم ايضا يكونوا حاضرين في جميع المحافل والوداد اكيد على مستوى كره السله في التاريخ كبير كونوا واقعيين لان قبل بدايه المقابلات كنا اربعه على الاقل اربعه ديال الانجازات على مستوى كاس العرش وبالتالي كنتمنوا لهم التوفيق كنتابعوا هذه الكره 18 مقابل واحد غير هو اللي مشات المقابله بهذا الاسلوب هذا فحصه دابا الجمعيه السلويه فريق قوي وهنا كنشوفوا فريق الوداد كيهديو الكرات للجمعيه السلويه ربما الوداد غير محظوظ انه طاح مع فريق لا ما نظنش الطريقه باش لاعبين مع ما مدربينش اذا شادنا الوداد مع اتحاد طنجه او النهضه الرياضيه نهضه اتحاد طنجه لان الان دمشق او لا الوداد مع شباب ريف الحسيمي كان ممكن على الاقل يكون تنافس حسن. لا ما نظنش لانه باش يمكن لك تكون في المستوى يمكن دير الحدود لجانبك خصك تكون كتدرب خصك تكون بعدا مورالمون اللعاب يكون مهني
فهمتي، ماشي يكون عايش مشاكل، عايش عده اشياء. اذا نبقاو دائما مع الاجواء الخاصه بهذه المقابله مشاهدينا الكرام، لانه احنا وصلنا الان تقريبا جوج ديال الدقائق على نهايه الوقت القانوني للربع الاول لهذه الجوله الاولى. طبعا جوج دقائق على نهايه الربع الاول من الجوله الاولى، ف جوج دقائق 11 ثواني 18 مقابل واحد. ممكن نقول بانه فارق شاسع يعني مع بدايه هذه المواجهه، وجمعيه سلا لا يمزح في هذه المقابله، يلعب للمرور نحو النهائي. وبطبيعه الحال حنا شفنا المدرب البوزيدي ما دار حتى شي تغيير، واخا كاين تقريبا 17 نقطه ديال الفرق، ما دار حتى شي تغيير، غادي بلي 5 ماجور ديالو. شوف معايا حتى اللاعبين الوداد واقفين تقريبا تماما، راه المورال ما كاينش. فهمتي دابا الرجل اللي غتجري وغتمشي راه كاينه، ولكن المورال ما كاينش. صعيبه صراحه، صعيبه. طبعا كنتابع معكم مشاهدينا الكرام تفاصيل هذه المنافسه مباشره من هنا من مدينه اكادير. هنا المحاولات المستمره، كما قلت الوداد حصل على المركز الثاني في كاس العرش سنه 1956 60. الوداد اول كاس عرش ديالو على مستوى التتويج كان ضد النادي البلدي 74 ضد مقابل 34 في 61 62. كوردو يضيع هنا هذه اللقطه. الوداد ايضا كان حاضرا ضد النهضه الرياضيه البركانيه ب 80 مقابل 72 موسم 73 74، وبالتالي نتحدث عن فريق حاضر بقوه. ربما الجمعيه الرياضيه السنوية كان غائب تماما في السنوات الاولى سي زحزوحي، الان السنوات العشر الاخيره نتحدث عن فريق اظهر مكانه قويه جدا. 2006 2007 الحضور قبل منه في 2003 2004 كان وصيف بطل فتح الرياضي الرباطي بمقابله قويه يعني ب 96 مقابل 63. واستقرار المكتب، استقرار الطاقم التقني، استقرار اللعابه الدوليين هو اللي كيخلي باش الجمعيه السلويه يكونوا مازالين كيقودوا القطار ديال كره السله الوطنيه. كنتمناو انه يكون عندنا بحال جمعيه سلا يعني 10 او 8 او 5 علاش لا يقودوا القطار ديال كره السله الوطنيه. كانت واحد الوقيته اللقب كيتلعب ما بين 6 ديال 5 حتى 6 ديال الانديه، ما كانش واحد كيعرف في الديبار شكون اللي غادي ينتصر. تابعوا الان هذه محاوله فريق الجمعيه الرياضيه السلويه عن طريق اللاعب بول. الجمعيه السلويه راه ما لاعبينش بالريتم ديالهم، راه تقريبا لاعبين بالريتم مويا، ماشي زعما الريتم ديالهم. احنا قلنا حصه تدريبيه ربما هي فيها دلاله. لا صراحه صعيبه الامور على الفريق، لانه كان لعبوا بالريتم ديالهم راه السكور يكون واحد اخر، حاجه اخرى تكون. دقيقة 10 ديال الثواني متبقية على نهاية الربع الأول من هذه الموجة. وثلاثة ديال النقاط، راه دابا الفريق ديال المينيم ما بقاش كيسجلوا ثلاثة ديال النقاط، راه وين كتشوفوا المينيم 15 20 بزاف بزاف زحزوحي، يعني ثلاثة ديال النقاط مع 20. نتمناو لهم التوفيق، نتمناو لهم حظ، لأنه الآن ربما النتيجة والجمهور الرياضي لاحظ الآن في البيوت ديالو، ولكن نتمناو لهم التوفيق لأنه مهما كان كيبقى نادي ربما حتى الخصم ساعد انها تكون ثلاثه سموح. لا ما باش نعيشوا واحد المستوى في كره السله، وكره السله باش كتمتاز بداك السسبانس اللي كتكون واحد اقل من خمسه او ثلاثه ديال النقاط، الواحد راه كيتمتع فعلا. هذه محاوله من جانب عناصر فريق الجمعيه الرياضيه السلويه. زويته خطأ مع ذلك كان قريب. لا خطأ مش كاين قرار ديال الحاتم على صوب. لا خطا هنا ما كاينش خطا ديال كينيشو. اذا الثواني الاخيره الان، نقول الدقيقه الاخيره، وصلنا الان 44 ثانيه متبقيه على نهايه الربع الاول 20 مقابل 3 جوله ممتاز او ربع اول. ممتاز 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 عبد العالي. تشاهدوا هنا المصباحي كيرد في بلاصه. اذا النديه مستمره مشاهدينا الكرام، 5 نقاط مقابل 20 هي النتيجة المسجلة، أو 5 نقاط مقابل 22 بالفعل، لأن المستوى الصبر الإلكتروني يتأخر الحكم المستوى التسجيل. هنا 10 ثواني 8 ديال الثواني على نهاية الربع الأول، ونتابعونا محاولة تضيع بالفعل، ويبدو أن هنالك وقت مستقطع.
لا غادي تستأنف المواجهة بالفعل. بالفعل نهاية الربع الأول بالنتيجة المعروفة 22 مقابل 5. الوداد غائب عن مقابلة النصف النهائي لكأس العرش على ما يبدو. مشاهدينا الكرام أينما كنتم أينما تواجدتم نتابع أقوى لحظات الربع الأول بالصوت والصوت. كرة السلة متواجدة.